امبارح تم افتتاح أعمال تطوير المنطقة الإسلامية بالجيارة، وكمان شجرة السيدة العذراء مريم، واللي بتعتبر إحدى نقاط المسار لرحلة العائلة المقدسة. أجواء من الجمال والبهجة بتعود لمنطقة المطرية، وتحديدا هنا في شجرة مريم، المزار السياحي والأثري إلهام، احتفالا بإعادة افتتاح تطوير الشجرة كواحدة من محطات المشروع القومي اللي بتقوم به الدولة لتطوير مسار العائلة المقدسة بمصر. تطوير بيشمل كمان المنطقة المجاورة، فتعالوا بينا نتعرف على تفاصيل أكتر فيما يتعلق بتطوير شجرة مريم. التطوير اللي تم كان نتيجة تعاون كبير بين وزارة السياحة والآثار ووزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، وده في إطار الاهتمام الكبير بالمواقع الأثرية والتراثية المدرجة على قائمة مسار العائلة المقدسة، ليعود هذا الموقع ويفتح أبوابه للزائرين والسائحين بثوبه الجديد. مكان مهيب وبخلي الواحد حاسس بالفخر. المكان واضح فيه مجهود كبير جدا الحقيقة، البنية التحتية اللي تم الاستثمار فيها، رفع كفاءة المكان والتطوير الحقيقة، واضح ان فريق عمل ضخم كان شغال. البلد اللي هي رعت العائلة المقدسة اثناء سيرها وهروبها من البطش من فلسطين، وعايز اقول ان حجم ما تم هنا من داخل المكان ده يوحي بكل ما تم برضه في الثمان محافظات، وهو بناء على تعليمات فخامة رئيس الجمهورية وبدعم كبير جدا من وزارة السياحة مع المحافظة، تم هذا العمل الرائع العظيم. على مستوى القاهرة احنا عندنا ثلاث اماكن في مسار العائلة المقدسة، هذا المكان المبارك ويعتبر اهم الاماكن، وايضا في يعني كنيسة المعادي والكنيسة المعلقة، كل هذه الاماكن بتشهد تطوير مش المطرية فقط ومكان شجرة مريم، ولكن أيضا كما ذكرنا في الكنيسة المعلقة ومنطقة المعادي، وتأتي في إطار التطوير الشامل للقاهرة التاريخية ومناطق الفسطاط. مظاهر التطوير شملت كل ما هو متعلق بالمنطقة، بداية من وجهة المدخل مرورا ببئر مريم اللي بيعتقد أن العائلة المقدسة شربت منه أثناء إقامتها في منطقة المطرية، مرورا بشجرة مريم اللي استظلت تحتها العائلة في هذه المدينة اللي كانت بتسمى هليوبلس قديما، واللي اشتهرت كمزار ثقافي وديني لكتير من الزوار من مختلف أنحاء العالم. تطوير وتجديد مسار العائلة المقدسة في مصر ده كان حلم احنا كنا بنتمناه على مدار سنين كتيرة، وهذه الأيام بنراه على أرض الواقع يعني، وتم بالفعل افتتاح كتير من المواقع المسار، والنهاردة هو بنفتتح موقع جديد. هذا المسار من أهم المسارات، أهم مواقع مسار العائلة المقدسة، وإن شاء الله نفرح بباقي المواقع على خير. أعمال التطوير كانت بتشمل المنطقة الأثرية، منطقة شجرة مريم والمنطقة المحيطة. من أبرز أعمال التطوير اللي تمت تدعيم وترميم الشجرة، وكذلك صيانة البئر وتطوير المنطقة المحيطة. فطبعا تم تجهيز الموقع لاستقبال الزائرين بكل وسائل الإتاحة في الزيارة، تم تجهيز الموقع بمركز للزوار. المركز للزوار ده بيحتوي على خريطة لمسار العائلة المقدسة ومجموعة من الصور الأرشيفية اللي بتحكي مسار العائلة المقدسة في مصر. التطوير شامل كمان قاعة المحكة اللي بتضم لوحة السيدة العذراء مريم، بالإضافة لتوفير لوحات تفسيرية ولافتات للتعريف بتاريخ رحلة العائلة المقدسة في مصر، وأخيراً تطوير حديقة شجرة مريم لتعود المكانة الدينية والأثرية لهذا المكان، وليقدم تجربة سياحية وروحانية متميزة. محمود جميل، صباح الخير يا مصر.